يعني كشف توزيع نسب مجلس الشركاء الانتقالية، إذا صحت هذه النسب كيف تنظر إليها؟ هو طبعا لم يتم الاتفاق والتوافق على هذه النسب، وهذا هو السبب الذي يعني أدى إلى تأجيل حسم هذا الموضوع. وطبعا مجلس شركاء الفترة الانتقالية يعني أصبح منصوص عليه في الوثيقة الدستورية عندما تم مواءمة اتفاقية سلام جوبا مع الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام داخل الوثيقة الدستورية، أصبح موضوع إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية واحد من الواجبات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. والمجلس يتحدث عن مكون يحتوي على العسكريين في مجلس السيادة، بالإضافة إلى ممثلين لقوى الحرية والتغيير، بالإضافة إلى ممثلين للجبهة الثورية أو أطراف عملية سلام جوبا. هذه هي الثلاثة مكونات التي سيتكون منها مجلس شركاء الفترة الانتقالية. طيب جلسوا لكي يعني تم، أنا حسب المعلومة ما لدي من معلومات أنه تم الاتفاق بينهم في هذا الاجتماع بين هذه الأطراف الثلاثة على أن تكون عضوية هذا المجلس 24 عضوا. عندما يعني هذا تم الاتفاق عليه، عندما شرعوا في تقسيم ال 24 مقعد دي على الثلاثة مكونات حدث الاختلاف. يعني ما أعلمه من معلومات أن قوى الحرية والتغيير طالبت ب 13 مقعد وخمسة مقاعد للعسكريين، بقت 18 وستة مقاعد لأطراف عملية السلام اللي هم ناس الجبهة الثورية. رفضت الجبهة الثورية أو أطراف عملية السلام هذه القسمة، ولم يتم التوافق على نسب معينة. نعم، على نسب معينة، وتم رفض. طيب الاجتماع. طيب أستاذ حيدر، يعني لماذا التأخير حتى الآن في تكوين المجلس، علما بأن اتفاقية جوبا تم توقيعها منذ شهرين؟ يعني نعم صحيح، ما هي هذه واحدة من المشاكل، ما لا أدري لماذا. يعني هو طالما أنه توافقوا على أن يتألف المجلس من عدد 24 عضوا، أعتقد أنه يعني توزيع هذه ال 24 عقد على الثلاث مكونات، ال 24 عضو على الثلاث مكونات، أعتقد أنها يعني مسألة يفترض أن تكون بسيطة وسهلة. طبعاً. خاصة وأن المجلس يعني سيناقش، هو يشكل مرجعية بحسب الـ يعني ما تم من تحديد مهامه وأهدافه، أنه سيشكل مرجعية للتداول حول القضايا الكبرى المختلف حولها ومحاولة التوفيق بينها وحسمها. نعم، يعني هل تتفق مع الرأي الذي يقول هناك تخوف من تكوين المجلس قبل، يعني تكوين المجلس في أن يحدث تصادم بينه وبين الحكومة، لذلك تأخر؟ يعني والله حتى الآن يعني ده سمك في مويه، يعني ما حنعرف إنه هل هو حيمضي في ذات الاتجاه. نحن الآن في الشكل الإجرائي، يعني الخلاف حتى حصل في هذا الجانب الإجرائي، تكوين المجلس وتوزيع المقاعد على المكونات الثلاثة. يعني في هذه الجزئية حدث الاختلاف، والاختلاف ليس من قوى الحرية والتغيير ولا من المكون العسكري، وإنما بحسب المعلومة التي اطلعت عليها أن الاعتراض حدث من ممثلي الجبهة الثورية، احتجاج على أنه يعني نسبتهم بسيطة جدا، ستة مقاعد، يستحقون أكثر من ذلك. هذا هو الخلاف الذي يعني عصف بعدم تكوين هذا المجلس. طيب كيف سنستفيد من مجلس شركاء الحكومة الانتقالية في رأيك؟ وطبعا حسب الهدف الذي حدد من أجله، من واحدة من مهامه هو دخول طرف ثالث، ما اصلا قوى الحرية والتغيير موجود والمكون العسكري موجود، وهنالك طبعا اتفاق منذ الاتفاق السياسي الاول بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي في البداية، هنالك اتفاق وهنالك شراكة منصوص عليها حتى في الوثيقة الدستورية بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير. الان دخل طرف ثالث اللي هو اطراف عملية سلام جوبا في مكونات الجبهة الثورية المختلفة. هذه إضافة، يعني إضافة جديدة، مكون جديد
قاعدة اجتماعية، قاعدة اجتماعية جديدة ستوسع من الحاضنة السياسية والاجتماعية للحكومة بشكل عام، أيضا ترفد الساحة السياسية والعمل التنفيذي والعمل السيادي أو حتى التشريعي بكوادر جديدة لها خبراتها ولها معارفها. فأعتقد أن هذه كلها ستشكل ميزات إضافية ليس في مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وحتى إنما في مجلس السيادة في الحكومة الانتقالية في المجلس التشريعي حين يتم تكوينه.